لطالما كانت القرارات المتخذة في الفاف خلال السنوات الماضية أحادية ومحتكرة من طرف الرئيس السابق، لتكون الشورى أو الجمعية في اتخاذ القرار هي جديد المكتب الحالي بقيادة خيردين زاتشي في خطوة لها إيجابياتها، غير أن لها سلبيات قد تضعف مركز القرار. التفاصيل مع إسلام مقرع. Je ne serai pas seul à décider. Je pense avoir autour de moi des hommes et des femmes qui ont la compétence pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Donc toutes les décisions, inshallah, seront collégiales. من حيث المنطق في الغالب ما تكون الشورى عنوانا للاتحاد في القرارات والأفكار، لكنه منطق لم يتماشى وأفكار رئيس الفاف السابق محمد روروا. أما الجديد ففي طريقه إلى إرساء الشورى بين أعضاء المكتب بتوصية من وزارة الشباب والرياضة ليكون القرار جماعيا ويخص كل عضو من أعضاء المكتب الفيدرالي الجديد للفاف. مكتب فيدرالي فيه 13 مسؤولين، الله يبارك، يعني ما شاء الله لازم يكونوا في حسن ظن الدولة الجزائرية، لازم يكون عامل تنسيقي، لازم يكون عامل في جو التشاوري. شورى الأعضاء في أمور الفاف تطرح العديد من التساؤلات حول إيجابياتها وتماشيها مع المخطط الجديد لجاليس مبنى آل إبراهيم، في مقابل المخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تعود بها جماعية القرارات أو الشورى في اتخاذ القرارات من إضعاف للرئيس وفوضى في القرارات. نتمنوا باش هاد الأعضاء الجدد تاع المكتب الفيدرالي يستشاروا ويمدوا كلمتهم باش يكون القرار صحيح. لتؤشر كل المؤشرات أن خيار الجماعية في التسيير الأقرب للتجسيد في ظل تركيبة المكتب الفيدرالي والتي لن يرضى بعض أعضائها الفاعلين بلعب دور المتفرج، فهل ستكون النتائج إيجابية أم أن الحنين لعهد ديكتاتورية اتخاذ القرار سيكون العنوان الأبرز؟